هشام العقبي لاعب اتحاد بلعباس. الاولى هشام انت راك في ديفيا فات استديو على الدين. هشام سقسوك الاولى على احوالك الشخصيه. السلام عليكم، مرحبا بكم في لوتيل تاع اتحاد بلعباس، وشرف كبير هذا الروبورتاج اللي راح ديروه دوكا، شرف كبير ليا والاتحاد بلعباس. واش نقول لك، امور شخصيه راني بيان مورال مو الحمد لله. كما يقول لك جوزت، كنت في الجي ليكيب ناسيونال ميليتير، جوز ستاج في احسن ظروف، والحمد لله العوده تاعي كانت كما نقولوا بلا ربعه، من وين يبدا البريباراسيون للماتش ان شاء الله تاع شلف ان شاء الله. الله العقبي، الشارع العباسي يداول ويطرح تساؤلات حول امضائك للعقد مع المريخ السوداني، كيف تفسر لنا؟ بون السلام عليكم، واش حنقول لك على هي كما يقول لك لعبت لي شويه على المورال هذه هذا الترانسفير تاع المريخ السوداني. واش راح نقول انا للجمهور الجزائري، ماشي غير الجمهور العباسي، باش يعرفوا واش صرا في القضيه هذه. القضيه هذه طاحت في بيريود صغيره، كونتاكت من عند البريزيدو جمال الوالي، وهدي باش نوصل ميساج من قبل ما ندخل في التفاصيل تاع القضيه هذه. انا من قبل ما سيني في بلعباس، كي سينيت في بلعباس كان عندي افنو باللي كيجيني عقد احترافي نتكل على ربي، باش هادي باش يعرف هادي النقطه الاولى والاهم، باش يعرفوا باللي يقول كان اللي يقول لك باللي شغل دار زوج عقود وسينيا مع المريخ السوداني وسينيا مع وراه مرتبط مع اتحاد بلعباس. قبل قاطعك، هل كان اتصال مع المريخ السوداني عن طريق ماناجر او عن طريق اي شخص اخر؟ على كما قلت انت، الماناجر من السودان يخدم في السودان، هو الجيريا يخدم في السودان، كلمني في الهاتف وقال لي باللي كان تقدر تبعث لي سي في ديالك وفيديو. بعث له سي في تاعي وفيديو وراه المريخ السوداني، وين جا هذا جمال الوالي بريزيدون تاع المريخ السوداني، عندهم مشكل كبير وعندهم بزاف وما يعانوا منه هذا بوست، هو مينور دو جو، وين بروبوزاني هذا المانجر وعجبني، عجب سي في ديالي، عجب البريزيدون تاع المريخ السوداني وعجب الفيديو اللي نشكرهم على اللي دار لي فيديو هذا. واش غنقول لك، نولي لك القضيه هذه. انا قلت لك باللي على قبل ما سيني في بلعباس كان عندي عقد مع الرئيس الاول سرار حكيم، وين في الكونترا ما كشغل وعدني باللي لو يوقع فيها احتراف، شغل تفهمنا على الاحتراف، ماشي اوفر من الجزائر ولا باش نروح، شغل ابار هادية ما عنديش من نروح من الاتحاد بلعباس، والحمد لله جاني اوفر البرا وما كاش لي ما فرح ليش. حتى تعبير قولك زعما اتحاد بلعباس ما تبدلش الا بالاحتراف. بارك الله فيك، خاطرش عليك شغل نبدلو بليزيكيب هادوما تاع الجزائر، باش نقول لك بلي نبدلو كلشي بالمكتوب. وباش نقول لك حاجه، انا اتحاد بلعباس انا ماشي من الجور هذاك يقول لك بلي انا لا وانا نحب تريكو وانا نحب ليكيب وهادي وهادي، انا ما نتنفقش مع الناس، انا ديريكت، انا كيما يقول لك موطاليتي تاعي هي هكذايا، هم يعرفوني طربيا في سطيف، حبوا يسقسوا عليا، انا راجل، انا ديريكت في الوجه، نقول بلي انا كيما يقول لك كلشي بالمكتوب، ما نقولكش بلي شغل مش احنا خلد انا في بلعباس، وبوركوا با ان شاء الله نكمل لاكارير تاعي في بلعباس، ما تعرفش المكتوب هذا واش مخبينا. نقول انا بلي شغل البريود اللي راني فيها الحمد لله ما خصني والو في بلعباس، راني في ظروف جيده، برك كيما نقولوا امور شخصيه شغل اللي اثرت في المشوار تاعي هذا الموسم هذايا، عندي امور شخصيه امور عائليه اللي المردود ديالي ماشي كيما نقولوا 100%، وان شاء الله كيما يقول لك الحمد لله يتحلت الامور العائليه، وان شاء الله كيما يقول لك من الفوق ان شاء الله يرونا يشوفوا عقبي جديد ان شاء الله، خاطرش كاين اللي يقول لك باللي المردود تاع العقبي باللي ناقص، مردود هذا مردود هذا مردود هذا، الحمد لله انا نعرف روحي واش نسوى، نعرف لي كاليتي تاعي وين راه مواصلين، الحمد لله كيما يقول لك كل ما نروح ليكيب ناسيونال ميليتير نأدي مباريات في القمه، وين رغم كل مباريات نسجل فيهم، والعقدة الأساسية كي نجي لهنا الفريق تاعي وين نكون سيبان شغل ما نكونش آلاس، الحمد لله كنت نخمم بزاف المشاكل تاع العائلية وما كاش لي ما عنديش مشاكل عائلية، إن شاء الله كيما يقول لك نحط الظروف تاعي كاع يتكل الاتحاد بلعباس، وكيما يقول لك لي سيبورتير كيما هادو ما يحكموش على إنسان، خاطرش كاين دي جورناليست يأثروا في الشعب الجزائري هدايا، أنا نقول لهم الله يهديهم، خاطرش على هادوكا السيبورتير تقول له سينيا
شيخ سوداني يدور عليك تقول له صوب بالعباس يحبك. باش نقول لك كما يقول لك الا بدلته بسياربي ولا بدلته مولودي ولا بدلته بلمسيو هذيك من حقك تزعف عليا تقول باللي عليه بدلتنا واش خصك فيه بالعباس. انا بدلتك مريخ سوداني ومريخ سوداني اغاني على التعريف ومعروف. العقبي هل كان هناك اتصال بين رئيس مريخ سوداني ورئيس مزازي اداره اتحاد بلعباس يحيى عمرون؟ بون انا نقول لك على القضيه من الاول وباش هكذا باش تتهنى كاع يتك السيبورتير باش يتهنى كاع. نبدا له القضيه شوف الاتصال بدا بالاربعه الاربعه الفارط اللي قبل الماتش تاع النهد زيد وين اتصلوا بيا قلت لهم انا راني انترناسيونال ميليتير ما نقدرش نخرج خارج التراب الوطني زيد راني مرتبط بعقد بعامين مع اتحاد بلعباس ما نقدرش نخرج على القانون. بون قال لي هذا الجار بريزيدو تاع الجمال الوالي احنا نسحقوك ورانا حابين ندوك افيك بليزير راني تحت التصرف تاعكم بصح يلزم تهضروا مع البريزيدون تاع اتحاد بلعباس. اولا اتصلت باللواء مقداد رئيس الركن العسكري اولا اتصلت به راه جاني اوفر من المريخ السوداني واش رايك يا وليدي انا ما عندي حتى بروبليم اتصل في البريزيدون تاع اتحاد بلعباس الى عطاك ليبراسيون تاعك انا يا نقدر كيما نقولوا نساعدك في الاوراق العسكريه والمنتخب العسكري سرحك الاعتراف بارك الله فيك لخاطرش حنا عندنا عقد في المنتخب الوطني العسكري كيما نقول لك انا ما انا كيما نقولوا بارتيسيبي معهم غير لي كوب دي موند كوب دافريك ما عنديش بروبليم مع جومو جينيرال مقداد الحمد لله كيما نقول لك راني في 7 سنين مع المنتخب الوطني ونشكره على الالتفاته هذه ونشكر مقداد اللي عاون في هذا الاحتراف. ومن بعد وليت البريزيدون تاع تاعنا تاع اتحاد بلعباس عمرون اتصلت به قلت له هاي ليك واش كاين هاي واش كاين واش كاين يا وليدي قال لي انا يلزم يتصلوا بيا باش نعرف الى الكونتاكت اوفيسير ولا ماشي اوفيسير من حقه يعرف من حقه. ومن بعد اتصل به عضو من المريخ السوداني تكلم معاه قال له باللي كاين عرض جيد اللاعب تاعكم اتحاد بلعباس قال له ما نقدرش نطلق العقبي وقداو منا ومنا قال له زيدوا نيغوسيو على الليبراسيون ديالو نيغوسا مع ليبراسيون وين قيم ليبراسيون تاعو وين عمرون فرفض وين جمال الوالي اتصل براوراوا وراوراوا اتصل بقرباج وقرباج اتصل بعمرون وين قال له باللي ساعدوا في الاحتراف وعمرون رفض رفضا باتا. كما نقولوا السمعه ديالي وين كبرت في عين عمرون وعمرون كبر في عيني خاطرش هذا يعني ان الرئيس اتحاد بلعباس عمرون محتاجك في صفوف اتحاد بلعباس. الحمد لله على نشكر بزاف الثقه هذه لو دايرها فيا ونشكر بزاف العضو ديالو كاع موسى والجماعه تاعو داروا فيا ثقه وانتصل بيا موسى واتصل بيا عمرون شحال من خطره يا وليدي نسحقوك نسحقوك راك وزن في الفريق الحمد لله على الثقه هذه وين اتصل بيا زاد اتصل بيا الوالي الحمد لله زاد كلمني وليدي نسحقوك ومازال ان شاء الله كيما نقولوا من العام الجاي ان شاء الله يبان لك احتراف ولا يبان لك من الميركاتو ما تعرفش المكتوب واش راهو مخبينا. حنا لوبجيكتيف لوبجيكتيف حنا لوبجيكتيف تاعنا على بالك انا مسيطرين وعلى لوبجيكتيف مانتيا انا راني تحت تصرف باش نقطع كاع الاشاعات عقبي راه في اتحاد بلعباس حتى العام الجاي ان شاء الله وفيها خير ان شاء الله. Thank you.